أهل الكهف. أنا خائفة يا رشيد، خائفة جدا. أين نحن الآن؟ نحن أمام كهف قديم. أنا أعرف أنه كهف، ولكنني أشعر أننا ذهبنا إلى مكان بعيد وإلى زمن بعيد أيضا. تعالي نقترب أكثر من باب الكهف. اهرب يا رشيد، فالكلب وراءنا. لقد بدأت الصعاب من أول المغامرة. لماذا وقفت يا رشيد؟ لقد أخطأنا عندما جرينا يا زينة، ولابد أن نرجع ونتحدث مع الكلب ونعرف منه سر هذه المغارة. ارجع أنت وحدك وسوف أنتظرك هنا. لا تخافي يا زينة، هيا بنا. أشعر أن نهايتي سوف تكون على يديك أيها المغامر الشجاع. لا تخشى منا أيها الكلب، فنحن أصدقاء ولسنا أعداء. أهلا بكما، يبدو حقا أنه ليس معكما أحد، ولكن ما الذي جاء بكما إلى هذا المكان الغريب؟ ومن أنتما؟ المكان الغريب. أعرفك بنفسي أولا، أنا رشيد وهذه صديقتي زينة. أهلا أهلا بكما، وأنا كلب أصحاب الكهف. كلب أصحاب الكهف؟ نعم، أنا كلب أصحاب الكهف، وأنتم الآن أمام الكهف الذي اختبأ فيه الفتية. هذا أمر عجيب. أذكر أني قرأت شيئا عن قصة أصحابك أيها الكلب. ومن هم أصحاب الكهف هؤلاء يا رشيد؟ إنهم مجموعة من الشباب المؤمنين، أيقنوا أن الله سبحانه وتعالى هو رب الكون كله، وهو واحد أحد لا شريك له. وكان أهل المدينة التي يعيش فيها هؤلاء الشباب كفارا، فلما انكشف أمر الفتية خافوا من ملك المدينة الظالم، فقرروا الفرار بدينهم إلى الله وخرجوا من بلدهم حتى وصلوا إلى هذا الكهف الذي نقف أمامه الآن، فدخلوا ليتخفوا فيه عن أعين قومهم. لقد نسيت أن تقول أني كنت معهم عندما جاءوا إلى الكهف ورأيت من أمرهم عجبا. وما هو الأمر العجيب الذي رأيته من أمر هؤلاء الفتية؟ لقد ألقى الله سبحانه النعاس على الفتية، وهيأ الله لهم موضعهم في نومهم، حيث إن موقع هذا الكهف مع ضوء الشمس عجيب، فقد كانت الشمس تقترب من أصحابي بضوئها ولا تؤذيهم بأشعتها، وكانوا يتقلبون من جنب إلى جنب فيظنهم من يشاهدهم أيقاظا، وهم في حقيقتهم رقود. وماذا فعلت أثناء ذلك أيها الكلب؟ لقد جلست على باب الكهف باسطا ذراعي كأني أحرسهم، وأصابني ما أصابهم من النوم. وهل ظل الفتية على حالهم هذا فترة طويلة من الزمن؟ يبدو أنهم ناموا يوما كاملا أو وقتا طويلا من اليوم. هذا ما كان يظنه الفتية أيضا عندما استيقظوا، وهم لا يدرون أنهم قد ظلوا في نومتهم هذه 300 سنة و9 سنوات، وأن أجيالا قد تعاقبت، وأن مدينتهم التي يعرفونها قد تغيرت معالمها، وأن أهلها الكفار قد هلكوا جميعا، وجاء من بعدهم قوم مؤمنون تناقلوا قصة الفتية الذين فروا بدينهم من الملك الظالم واختفوا. هذا أمر عجيب حقا، ولكن ماذا حدث للفتية بعد ذلك، وكيف علم الناس بقصتهم؟
بعد أن قام الفتية من نومتهم قرروا أن يذهب أحدهم إلى سوق المدينة ببعض النقود ويحضر لهم طعاما، فذهب إلى المدينة متخفيا عن أعين الناس حتى لا ينكشف أمرهم لقومهم. ولما دخل المدينة شعر بتغير أهلها وتغير معاملتهم، وأيقن أن المدينة قد مضى عليها زمن طويل منذ أن فارقوها. هذا أمر طبيعي من الفتى، ولكن ما الذي جعل أهل المدينة يعرفون أنه من الفتية الذين فروا بدينهم؟ كان شكل الفتى غريبا يا زينة، فقد كان شعره طويلا جدا، والأهم من ذلك أن العملة التي كانت معه قديمة منقوش عليها صورة الملك الظالم الذي فروا منه، فتعجب الناس من أمر الفتى وشكله فأخذوه إلى ملك البلد فسأله عن شأنه فحكى له قصته هو وأصحابه. لقد وقع الفتية إذن فيما كانوا يحذرون. لا يا زينة، كان هذا الملك الجديد وأهل المدينة جميعا قد آمنوا بالله، وتبدل حال المدينة من الكفر إلى الإيمان. لذلك ذهب الملك وأهل المدينة مع الفتى إلى الكهف، فدخل الفتى إلى أصحابه ليخبرهم بما حدث، فألقى الله عليهم النوم مرة ثانية وتوفاهم. إنها قصة جميلة حقا. نعم، ولكن المهم أن نستفيد من أحداثها. نعم أيها الكلب الوفي، فهذه القصة دليل على أنه لا ينبغي الاتجاه بالعبادة إلا إلى الله وحده لا شريك له، كما أنها تؤكد أن وعد الله بالبعث حق، فسبحان الله القادر على كل شيء. سبحان الله العظيم، ما أعظم الإيمان بالله رب الكون وخالقه ورازقه. وما أعجب هؤلاء الذين يكفرون بالله وآياته ويشركون به رغم ما يرونه من دلائل قدرته وعظيم خلقه. هيا بنا يا رشيد نكمل رحلة المغامرات العجيبة. هيا بنا يا زينة. والآن نتركك أيها الكلب الوفي ونشكرك على هذا الوقت الممتع. إلى اللقاء يا صديقنا العزيز. واو واو، مع السلامة يا رشيد. واو واو، مع السلامة يا زينة. واو واو.